السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عدت إليكم أعزائي التلاميذ بعد غياب سببه ظروف، لنبدأ بسلسلة دروس في مادة الرياضيات للسنة الرابعة متوسط. نبدأ مع الوحدة الأولى والتي هي الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة. أولا قواسم عدد طبيعي. للتطرق لدرس قواسم عدد طبيعي يجب أن نذكر بالقسمة الإقليدية. إذن تعريف القسمة الإقليدية: القسمة الإقليدية للعدد A على العدد B بحيث B لا يساوي الصفر هي إيجاد حاصل وباقي قسمة حيث يكون الباقي أصغر من القاسم. ونكتب المقسوم يساوي القاسم في الحاصل زائد الباقي. أمثلة: عند قسمة 711 على 30 ماذا نجد؟ نجد الحاصل هو 23 والباقي 21. نلاحظ أن 21 بالفعل أقل من 30، إذن تكتب، نستطيع كتابة قسمة 711 على 30 بهذا الشكل، حيث أن 711 هو المقسوم، 30 هو القاسم، 23 هو الحاصل، 21 هو باقي القسمة. أيضا بالنسبة لقسمة 3465 على 110 نجد الحاصل 31 والباقي القسمة 45، ونلاحظ أن 45 أقل من 110. هذا تذكير للقسمة الإقليدية. بعدها قاسم عدد طبيعي. لإيجاد قواسم عدد طبيعي نحاول كتابته على الشكل جداء عددين طبيعيين مختلفين عن الصفر. أمثلة: قواسم العدد 112. قلنا في القاعدة أننا نحاول كتابته على شكل جداء عددين طبيعيين مختلفين عن الصفر. إذن 112 ماذا تساوي؟ تساوي 1 في 112، أي عدد نضربه في 1 يبقى نفسه. مئة واثنى عشر ماذا تساوي بدلالة 2؟ أي كأننا نقول 112 قسمة 2 ماذا تساوي؟ العدد الذي نجده هو الذي نضربه في 2. إذن 112 تساوي 2 في 56. كذلك 112 عند قسمتها على 4 نجد 28. إذن 112 ماذا تساوي؟ تساوي 4 في 28. بعدها 112 تساوي 7 في 16، لأن قسمة 112 على 7 يعطينا حاصل القسمة 16. أيضا 112 تساوي 8 في 14، وذلك لأنه عند قسمة 112 على 8 نجد 14. 112 تساوي 14 في 8. ماذا نلاحظ؟ عند تكرار نفس العددين هنا نتوقف. إذن قواسم العدد 112 هي 1 112، 2 56، 4 28، 7 16، 8 14. هذه مكررة، لذلك توقفنا هنا. ومن قواسم العدد 112 هي، لكن أنا أبدأ من الأصغر إلى الأكبر. إذن 1 2 4 7 8 14 16. ونبدأ بالعكس: 28 56
112، أي عدد هو قاسم لنفسه. بعد العدد 112 نذهب إلى العدد 300. نفس الشيء، 300 ماذا تساوي؟ تساوي 1 في 300. أيضا ماذا تساوي؟ تساوي 2 في 150. أنا أطبق القاعدة أني أحاول أن أكتب 300 على شكل جداء عددين طبيعيين. أيضا 300 ماذا تساوي؟ تساوي 3 في 100. كذلك 300 ماذا تساوي؟ تساوي 4 في 75. ثلاثمائة أيضا ماذا تساوي؟ توقفنا في 4 في 75، إذن 300 تساوي 5 في 60. بعدها 300 تساوي 6 في 50. 300 ماذا تساوي؟ 10 في 30. 300 ماذا تساوي؟ تساوي 12 في 25. كذلك 300 تساوي 15 في 20. كذلك 300 ماذا تساوي؟ تساوي 20 في 15. هنا نتوقف لأن العددين تكررا لنا في هذه العملية. ومن قواسم العدد 300 ما هي؟ نبدأ من الأصغر إلى الأكبر. إذن لدينا 1 2 3 4، نكتبها. بعدها 5 6 10. بعدها 12 15 20. بعد 20 25 30 50 60 وكذلك 75 100 150 و300. قلنا 75 و100 و150 و300. كل هذه الأعداد هي قواسم للعدد 300. ملاحظات: الملاحظة الأولى، عندما يكون باقي القسمة الإقليدية للعدد A على العدد B حيث B لا يساوي صفر، ينتج أن ألف، نقول أن A يقسم B أو A قاسم لB. ب ينتج أن ب مضاعف لأ، أيضا ب يقبل القسمة على أ. أي نشرحها قليلا، عندما يكون باقي القسمة الإقليدية للعدد أ على العدد ب يساوي الصفر، ماذا يمكن لنا أن نقول؟ يمكن أن نقول أن أ يقسم ب، أو نقول أن A قاسم لB. معناه أنه يقسم، الفعل يقسم وقاسم لي لديهم نفس المعنى. هذه أولا. ثانيا نقول B مضاعف لA، B مضاعف لA. ثالثا نقول B يقبل القسمة على A. هذه بالنسبة للملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ب قاسم لأ إذا تحقق ما يلي، أي أنه نقول ب قاسم لأ متى هذا؟ إذا تحقق ما يلي: إيجاد عدد طبيعي ك حيث أ تساوي ب في ك. أمثلة بالنسبة للملاحظة الأولى، وضعت المثال 60 ماذا تساوي؟ تساوي 5 في 12 زائد 0.
وهذا هو قلنا عندما يكون باقي القسمة الإقليدية للعدد A على B يساوي الصفر، ماذا نقول؟ وضعت لكم كل الحالات. هنا نلاحظ أن 60 هو المقسوم، 5 قاسم 12 حاصل قسمة، وصفر هو باقي القسمة. هذه طبقتها على قاعدة القسمة الإقليدية على الكتابة النموذجية للقسمة الإقليدية. بالمطابقة مع بالمطابقة مع الملاحظات ماذا نقول؟ نقول 5 قاسم ل60، لأن 5 يمثل A و60 يمثل B، لذلك نقول 5 قاسم ل60، أو نقول 5 يقبل القسمة على 60، أو نقول 5 يقسم 60، نقول قاسم أو يقسم نفس الشيء. ركزوا معي، قلنا 60 ماذا تساوي؟ 5 في 12 زائد 0. إذن بالمطابقة مع قواعد الملاحظة ماذا نجد؟ 5 هي A و60 هي B. قلنا في الملاحظة الأولى ألف أن A قاسم لي B أو A يقسم B، إذن 5 قاسم ل60، أو نقول 5 يقسم 60، نفس الشيء. بعدها قلنا B مضاعف لA، B ما هي؟ هي 60 وA هي 5، إذن 60 مضاعف ل5. وأخيرا B يقبل قسمة على A، إذن B هي 60 وA هي 5، 60 يقبل قسمة على 5. نتمنى أن تكون مفهومة. الملاحظة الثانية، قلنا أن B قاسم لA إذا تحقق الشرط أن A تساوي B في K. مثال، لدينا 20 تساوي 4 في 5، نفرض أن هذه A، هذه B، وهذه A، إذن هذا هو K. ماذا نستطيع القول هنا؟ أن 4 قاسم ل20 وكذلك 5 قاسم ل20. أتمنى أن تكون قد فهمتم أعزائي التلاميذ. ملاحظة أخرى، ماذا تقول؟ 1 قاسم لكل عدد طبيعي A، لأننا يمكن كتابة A من الشكل A تساوي 1 في A. كل عدد يقبل قسمة على A، بطريقة أخرى، كل عدد يقبل قسمة على 1، أي عدد نستطيع قسمته على 1. وكل عدد طبيعي غير معدوم يقبل القسمة على نفسه، ونكتب A تساوي A في 1، لأنه مثلا عندما نقسم 1000 على 1000 ماذا نجد؟ نجد 1، لذلك نكتب هنا 1. هذا الواحد يعبر على ذاك الكا اللي لقيناه في الملاحظة اللي فاتت، اللي هي A تساوي B في K، وهنا له كانت A لأنه قسمنا على نفسها. أي هنا كل عدد طبيعي غير معدوم يقبل قسمة على نفسه، ونكتب A تساوي A في 1. هزوها بالمفهوم تاع كل عدد نقدر نقسمه على نفسه، والنتيجة نلقاوها 1. هذه هي الملاحظة. وش راي تقول ملاحظة هذه؟ وبهذا أنهينا الجزء الأول من درس الأعداد الطبيعية الأعداد الناطقة، العنصر الأول قواسم عدد طبيعي. أتمنى أن يكون الدرس مفهوم. أرجو منكم تلاميذي الأعزاء أن تدعموني بالاشتراك لأكمل لكم في هذه السلسلة الدروس. ادعموني بالاشتراك والإعجاب، وشكرا لكم وبالتوفيق.